اختتم مركز فارماترين للتدريب محاضرته العلمية عن تعريف الطبيب على طريقة كتابة الوصفة الطبية ومعرفة الأدوية المتواجدة في الصيدليات الخاصة بأطباء الأسنان. فن التشخيص للوصول إلى الدواء الصحيح، عنوان عريض حمله اليوم العالمي الثالث لأطباء الأسنان لاختصار الطريق للخريجين وكتابة الوصفة العلاجية بطريقة صحيحة لتعزيز قيم التواصل بين الأطباء والصيادلة. هو يوم رائع جدا ويربط بين طبيب الأسنان والصيدلي. هذا الجسر المفقود، يعني اليوم هذا غطى الجسر هذا، فأتمنى أن تستمر هذه الأيام العلمية لما فيه من فائدة للطبيب وللصيدلي وأيضا للمريض، الهدف الأول والأخير. أكثر من 108 أطباء أسنان في المرحلة الثالثة، وسبقها 140 طبيبا يحاولون تغطية الجانب الطبي والتركيز على طرق تشخيص ومعالجة الأمراض المتعلقة بالأسنان وكذا استخدام الدواء الفعال والمتوفر. ركزنا على تعزيز جسر التواصل ما بين الأطباء والصيادلة بحيث نقلل من استخدام الدواء العشوائي والأخطاء السائدة في المجتمع، أيضا استخدام الدواء الصحيح والمناسب والآمن والفعال للمريض بحيث فعلا نخدم المريض ونخدم المجتمع. رفع مستوى الكادر الطبي وتقليل الأخطاء الشائعة والتركيز مستقبلا على المجالات الطبية الأخرى كالقبالة والنساء والولادة والتمريض والعظام وغيرها من المجالات، أهداف رئيسة يسعى إلى تحقيقها مركز فارماترين للتدريب في محاضراته العلمية. احنا حاولنا كيف يوصف الطبيب العلاج المناسب لكل حالة، كذلك لا ننسى أنه الفارماترين ما راح يتعرض لأطباء الأسنان فقط، راح في الأيام القادمة راح نعمل ورشات لكل الكادر الطبي. اليوم العلمي الثالث لأطباء الأسنان اشتمل على كثير من المعلومات والفقرات التي شجعت الأطباء، خصوصا بموافاتهم بكل جديد وحديث من الأدوية المتوفرة في الأسواق بما يغطي احتياجات المرضى في اليمن، خصوصا مع تدهور الحالة الاقتصادية لديهم. رغم الألم يبقى الأمل، بالذات الأطباء دائما هم من يبقى الأمل فيهم، هم من يحركون عجلة المجتمع. طبيب الأسنان ما هواش الطبيب الذي له علاقة وطيدة مع الأدوية بشكل كبير زي الطبيب البشري، فمثل هذه المحاضرات مثل هذه الملتقيات بتعطينا دائما أبديت عن الأدوية اللي موجودة والمتوفرة والبدائل، زي ما شرحوا في بدائل لها نفس الإفكت مساوي وبنفس الوقت بيكون سعرها أفضل وبتكون هي المناسبة. الارتقاء والتميز بالجوانب العلمية ورفض الكادر الطبي بالمستجدات والتطورات العلمية يؤكد جليا أن العدوان السعودي لم يستطع كسر إرادة الشعب بل جعلها أكثر قوة وبأسا. سامي الحجري، اليمن اليوم.